موجبات الغسل، متى يجب على المسلم الاغتسال أن يغتسل؟ وجب دا ترو موتك تا نبينا أن إسلام دا كي ترو وجب الموتك إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل. نأ دا كافر جول إسلام مصنع بيكي جول إسلام وجب جنباي أن يغتسل نترو تا موتك. وموت غير الشهيد، أي مسلم يموت لابد من تغسيله وتكفينه، إلا الشهيد لا يغسل. حارسنا داكي جي نأ دا سلاب داي من شهيد دا سايد دا من سايد جن نأ دا سلاب من من جي نأ دا سلاب سايد كي ترو تاي موتك. والمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس حارسنا دا ستري دايل بيدا قد أه أم بي هيري كيو نفاس ترو تاي موتك. وإذا خرج المني سواء من مستيقظ أو من نائم هذا شنو ده النه ده من مني ده تجين تكام ده ده يريكو ده أي سين تيك يترو تنغو دوكي والجماع هذا شنو ده كا روم فيت